جهود متواصلة في جميع الاتجاهات تبحث عن إتاحة المزيد من الوقت لمفاوضات التهدئة وتحقيق وقف لإطلاق النار ولو مؤقت. مشاريع قرارات في الأمم المتحدة، وفد من حماس في القاهرة، مبعوث أمريكي للقاهرة أيضاً، وضغط أوروبي للتهدئة وتجنب اجتياح رفح. كل هذا يقابله إصرار وتلويح إسرائيلي مستمر بالقيام بعملية عسكرية واسعة جنوب قطاع غزة، سيكون ثمنها الإنساني باهظاً قبل أي شيء آخر. ضيوف الحوار الأول من غرفة الأخبار الليلة من جنيف، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي، من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق جيرالد فيرستين، ومن القدس الوزير السابق والمحاضر في الجامعة العبرية شمعون شطريط. أهلاً بكم معنا في هذا الحوار من غرفة الأخبار اللي اختار أن أبدأ مع الدكتور حسني عبادي. دكتور، العالم أجمع يبحث جهود التهدئة في هذه المرحلة، أي تأثير لهذه الضغوطات التي تمارس على إسرائيل، وإلى أي مدى هناك أمل في إمكانية أن تسبق هذه الضغوطات هجوم رفح؟ يعني الضغوطات التي تأتي خاصة من أوروبا، من دول صديقة للولايات المتحدة الأمريكية وحليفة لها، وكذلك دول صديقة لإسرائيل، هي من شأنها قبل كل شيء أن تعطي زخم دبلوماسي، تعطي أو تضيف دينامية دبلوماسية هي مفقودة من منذ السابع من أكتوبر في المنطقة. موجهة هي أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، هناك اقتناع أوروبي بأنه بدون تحرك الولايات المتحدة الأمريكية من الصعب جدا التأثير على السلوك الإسرائيلي سواء سلما أو حربا. النقطة الثانية، وعندما تجتمع يعني دول الاتحاد الأوروبي وتتفق ما عدا المجر وتطالب إسرائيل بالتوقيف، يعني هذه بادرة أول مرة يسرد الاتحاد الأوروبي بعد مسودة العمل التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبدء في جلسة تحضيرية. فنعيش فعلا يعني ما أنا أعتقد يعني مرحلة متقدمة في العمل الدبلوماسي، ربما لن تؤدي لنتائج ملموسة على المدى القصير، لكنها فعلا تشكل تغير في الموقف الدولي. هل تعتقد سيد جيرالد فيرستين إنه الموقف الدولي يتغير تجاه هذه الأزمة كما اعتبر الدكتور حسني عبيدي، اللي قال إنه من دون تحرك أمريكي جدي لن تكون أو لن نكون أمام تقدم في هذه الجهود؟ نعم، أنا أتفق مع ضيفك من جنيف بأن نعم هناك ضغط متزايد وهناك شعور متزايد، وهذا بسبب التهديدات بمهاجمة رفح ومع عدد السكان الكبير الموجودين هناك من النازحين الفلسطينيين. فهذا قد ركز نظرة المجتمع الدولي لهذه المخاطر التي يواجهها الفلسطينيون، ولقد رأينا طبعا الموقف الأمريكي أيضا، حيث هناك تواصل من قبل ويليام بيرنز رئيس أو مدير السي آي اي ومسؤولين كبار آخرين في الإدارة الأمريكية يحاولون التفاوض بشأن وقف لإطلاق النار، وتكون معه أيضا زيادة مساعدات إنسانية طبعا مع إطلاق الرهائن وغيرها. هذه الجهود تتكثف، ولكن أعتقد أن الضغط على إسرائيل حتى لا تدخل رفح ولتخرج من هذه الأزمة بطريقة ما، هذه الجهود موجودة. نعم، لكن إن كانت حقيقة سيد جيرالد هذا ما تريده الولايات المتحدة، لماذا رأيناها تسقط مشروع القرار في مجلس الأمن اللي طرحته الجزائر، واللي دعا حقيقة كما تقول لي الآن لوقف فوري لإطلاق النار؟ ألا تعتقد أنه تم تضييع فرصة حقيقية من خلال هذا الرفض أو هذا الإسقاط اليوم في هذه الجلسة؟ كان بإمكانها لربما أن تضع إسرائيل عند حدها، أو على الأقل تجعلها توقف هذه العملية في رفح؟ أعتقد أن إدارة بايدن تستمر في تفضيل استراتيجية تركز
على المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية وأيضا المفاوضات التي يجرونها في القاهرة أو في باريس وفي مناطق أخرى لمحاولة إيجاد طريقة متفاوض عليها للتقدم. هم يفضلون هذه المقاربة بدلا من استعمال آليات مجلس الأمن لإجبار مقاربة ربما تحاول أن تحقق نفس النتيجة، ولكن لن مثلا تتناول كل المكونات، مثلا إطلاق الرهائن الذي نريد أن نراه يتفاوض بشأنه. سيد شطريط، بحسب ما يقول لي السيد جيرالد فيرنستين، الجانب الأمريكي يفضل حتى الساعة استراتيجية تركز على المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية، لكن يبقى التساؤل إلى أي مدى يكترث نتنياهو وحكومته لهذه المطالب الأمريكية؟ يعني الاستراتيجية الأمريكية هي في إطار شامل الذي يشمل وقف إطلاق النار مؤقت مع إطلاق سراح وإفراج المحتجزين، ومع ذلك إمكانية ازدياد المساعدات الإنسانية، وفيما ذلك خطوات إضافية بالنسبة لربما تطبيع بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة. ولذلك التصويت اليوم أو فرض النقد اليوم هو شيء طبيعي بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية، لأنه إذا في هناك مطلب يعني من الجانب الإسرائيلي أن يكون هناك وقف إطلاق النار فوري، ذلك هو فوز للجانب المتطرف. وإذا كان في هناك إرادة للتقدم في القاهرة بالنسبة لاتفاقية بالنسبة للرهائن، وذلك هو يأتي معا في إطلاق يعني وقف النار مؤقت، وذلك هو الحل الأحسن من ناحية الإسرائيلية، وطبعا من ناحية الأمريكية التي تستهدف الإطار الشامل والخطوات التي تأتي مع هذا الوقف إطلاق النار مع خطوات أخرى. وإذا كان هناك فقط قرار مجلس الأمن، هذا يمس بالاستراتيجية الأمريكية، وطبعا هو يناقض المصلحة الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية التي تريد أن تضغط على قيادة حماس لكي تتفق على وقف إطلاق النار المؤقت وإطلاق سراح الرهائن. ولذلك هو يعني جزء من المفاوضات وليس فرض الشرط من الجانب الدولي يعني مجلس الأمن. ولذلك هو مصلحة أمريكية ومصلحة إسرائيلية، وفي هناك مصلحة من الأطراف التي تريد أن يكون هناك تقدم في المفاوضات في القاهرة. لكن بنهاية المطاف، حتى لو كان البحث في مسألة مجلس وقف إطلاق نار لا يستفيد فوري أو غير لا يستفيد في هذا فوري الموضوع. بطبيعة الحال مسألة التفاوض أو عملية التفاوض تتم ولو بشكل غير مباشر مع حركة حماس. تعليقكم سريعا سيد شطريط قبل ما أذهب وأبحث في هذه النقطة مع الدكتور حسني عبيدي. هذا كان دائما الأسلوب للمفاوضات. في هناك مصر التي كانت وسيطة منذ سنين عديدة بين إسرائيل وحركة حماس، والآن
أيضا قطر انضمت إلى هذه الجهود توصل حل. والآن أيضا الممثلين الأمريكيين بيرنز وإلى آخره الذي ينضمون إلى هذه المفاوضات، وهم الذي يكونوا وسائط في هذه المسيرة للتوصل لمحاولة التوصل إلى تسوية هذا الموضوع، موضوع الرهائن وموضوع وقف إطلاق النار المؤقت. أي اتفاق دكتور حسني عبادي بإمكانه أن يرضي الطرفين؟ استمعت للسيد شطريت يقول أن وقف إطلاق نار فوري يعتبر أو تعتبره إسرائيل فوزاً للجانب المتطرف. كيف يمكن اليوم إذن اعتبار اتفاق يمضي عبر مفاوضات ولو غير مباشرة مع هذا الجانب اللي تعتبره إسرائيل جانباً متطرفاً أيضاً؟ يعني المشروع الجزائري هو عنوان لوقف إطلاق النار، لأنه هناك وضع إنساني لا يحتمل الانتظار، لكن في التفاصيل تبحث فيها المفاوضات الثنائية، وذلك دائما الفيتو في النهاية الأمريكي يعطي انطباع بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وقف إطلاق النار ولا تريد أصلا مساعدة الإنسانيين، وأنها غير راغبة في الحل السلمي. حتى وإن سلمنا بأن المقاربة الأمريكية والإسرائيلية التي تجتمع في أولوية المفاوضات الدبلوماسية الجانبية ولا تريد أن تعطي في النهاية للمؤسسات الدولية سواء كان الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي دور في هذا الصراع ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فلماذا لم في النهاية لم توافق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق على مسودة أو الاتفاق الإطاري لاجتماع باريس الذي جمع بين رؤساء المخابرات الدول المعنية بالمفاوضات بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك رفض، كان هناك رفض والقول بأن الشروط تعجيزية وأن إسرائيل لا تريد في النهاية أن تذهب إلى حل الدولتين. فأنا أعتقد أن لا توجد أصلا كما تعلمين في المفاوضات لابد أن تكون قبل كل شيء أن تكون هناك نية حسنة أو رغبة في الوصول إلى اتفاق سلمي. أنا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية رأت بأن من مصلحتها في النهاية الاستمرار بمصلحة الحكومة ليس بمصلحة الشعب الإسرائيلي وخاصة نتنياهو، في أن في النهاية الوقف العمليات العسكرية ربما لن يكون إيجابيا بالنسبة لهذه الحكومة، لأن العديد من المفاوضات موجودة والعديد من الدول أصلا اقترحت بأن تكون وسيطا خارج الأمم المتحدة خارج مجلس الأمن، لكن رغم ذلك هناك رفض من قبل سواء الولايات المتحدة التي تحتكر إدارة هذا الملف تحتكره ووصلت إلى طريق مسدود في النهاية ولا تريد أن تنفتح على دول أخرى مثل ما قام به الاتحاد الأوروبي، قام بخطوة جبارة أرسل مسودة اتفاق تقول بأنه يجب البدء على الأقل باعتبار الولايات المتحدة تقول لابد من حل الدولتين نبدأ فقط في مرحلة تحضيرية. يعني لكن هو ملفت دكتور حسني عبادي، هو ملفت، هي ليست المرة الأولى بطبيعة الحال اللي يسقط فيها الجانب الأمريكي مشروع قرار هدف إلى وقف إطلاق النار في غزة، لكن هذه المرة الملفت كان التبرير. دعونا نتعرف على مقال البيت الأبيض قبل قليل، هو ذكر أنه تصويت الولايات المتحدة على مشروع القرار الجزائري هذا في مجلس الأمن بشأن غزة كان سيعرض مفاوضات الرهائن الحساسة في غزة للخطر. يضيف أيضا البيت الأبيض هنا أن الوقت ليس مناسبا لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، واعتبر أن الولايات المتحدة تأمل في أن تؤتي مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ثمارها قريبا. ما الذي يفهم سيد جيرالد فيرستين في هذا البيان للبيت الأبيض الذي يأتي للمرة الأولى ليبرر إسقاط الجانب الأمريكي لمشروع القرار هذا؟ شو اللي أرادته واشنطن؟ أنا لا أعتقد بأنهم يجدون تبريرات لاستعمال حق النقد أو الفيتو،
هم طبعا يقولون إن لدينا طريقة في إدارة هذه الأزمة حتى يكون هناك حل شامل للأزمة، والحل الشامل هو بنهاية القتال ومساعدة الإنسانية للفلسطينيين وإطلاق الرهائن، وبالطبع رؤية لكيفية مثلا السير قدما بعد ذلك. الإدارة تحاول إيجاد توازن هنا بشأن كل هذه القضايا، وهم يريدون فعل هذا بطريقة يعتقدون أنها فعالة أكثر في تحقيق استراتيجيتهم، وهم لا يريدون من مجلس الأمن لأن يفرض أو يتدخل مثلا في استراتيجية البيت الأبيض مع محاولة البيت الأبيض تحقيق شيء ما. يمكن أن نكون غير راضين عن حقيقة استعمال الولايات المتحدة للفيتو وعن الحاجة لوقف إطلاق نار فوري، وكل هذه الأمور يمكن الحديث عنها، ولكن هذا هو مفهوم الإدارة ورؤية الإدارة، وهذا ما تحاول الإدارة أن تحققه. لكن استمعت إلى المندوب الروسي يعلق على هذا القرار الذي اتخذ من قبل الجانب الأمريكي. هو اعتبر أن الولايات المتحدة تعطي رخصة أو غطاء لإسرائيل للاستمرار في قتل الفلسطينيين. طبعا إنه المبعوث الروسي، ولا ينبغي أن نتفاجأ بأي مزاعم قد يقولها. لا أعتقد بأنه محايد مثلا أو فاعل محايد في هذه القضية. لكن لا يمكن أن نستبعد أيضا أنه اليوم إسقاط مشروع القرار هذا يصب في مصلحة الجانب الإسرائيلي. خلينا نسأل أيضا ضيفنا السيد شطريط، إلى أي مدى إسرائيل الآن مستفيدة من هذا الإخفاق الجديد داخل مجلس الأمن، وإلى أي مدى سيدفعها أيضا لاستكمال حربها حتى رفح؟ في هناك توقعات من الجانب الأمريكي أن عملية برية في رفح يجب أن تنفذ بعد أن تكون عمليات إجلاء المدنيين من منطقة رفح واتخاذ إجراءات ملائمة لامتناع من الأضرار للمدنيين. لكن من قتل أكثر من 29 ألف شخص داخل قطاع غزة اليوم سيكترث لمن موجود في رفح؟ هذا من البداية، وهذا موضوع طبعا يتعلق باستعمال المساكن والمساجد والمدارس وكل الأماكن المدنية من حركة حماس، وحتى مقر الأونرا استعمل كمقر حماس، ولذلك الأضرار التي للأسف حصلت هي بمسؤولية حماس وليس فقط مسؤولية العمليات الإسرائيلية، ولكن هذا شيء آخر. في موضوع رفح، الموقف الأمريكي وإسرائيل يجب أن تعتبر الموقف الأمريكي كعامل ودافع مهم، إنه العملية البرية في رفح تأتي بعد إجراءات لإجلاء المدنيين من هذه المنطقة، وذلك هو في بموضوع رفح. ولكن في هناك طبعا توقعات أمريكية بالنسبة للتقدم في أفق سياسية، والولايات المتحدة من صرحت عدة مرات، السيد بلينكين وإلى آخره صرحوا أنهم يتوقعوا من إسرائيل مرونة في هذا الموضوع، موضوع
أفق السياسية. هل تعتقد أنه إسرائيل ستقدم هذا المرونة أستاذ شطريت؟ قبل ما أذهب عند الدكتور حسني ونتحدث عن هذه المسودة الأمريكية اللي شملت بطبيعة الحال عملية رفح، لكن هذه المرونة التي تسأل عنها واشنطن هل ستجدها في حكومة نتنياهو؟ في حكومة نتنياهو في هناك طبعا ممثلين التي ينتموا إلى أحزاب يمينية، وذلك هو طبعا يعرقل الإمكانية لمرونة يعني بصورة ملموسة. ولكن حتى القرار التي اتخذ مجلس الوزراء الإسرائيلي لا يعارض الموضوع يعني السياسة أو المفاوضات بهذه النسبة، ولكن يعارض أي خطوات التي هي ليس متأسسة على مفاوضات بين الطرفين. هذا هو الموقف الإسرائيلي، يعني الحل موجود ويناقش بين الطرفين وليس مفروض على إسرائيل من الخارج. هذا هو ما قرر مجلس الوزراء، ولكن لم يكن هناك رفض كامل أو رفض مطلق لإمكانية أن يكون اتفاقيات بالنسبة للمستقبل. التصريحات اليمينية المتشددة ذهبت حتى المطالبة بتهجير الناس من رفح. يا سيد شمعون شطريت، حقيقة حضرتك كنت صريح في الإجابة، قلت لي أنه هذه المرونة سيتم أو تتم عرقلتها من قبل هؤلاء في حكومة نتنياهو. دكتور حسني عبيدي، على ما يتم التفاوض الآن؟ يعني في وفد من حركة حماس موجود بالقاهرة، أمال كبيرة معلقة على هذا المبعوث الأمريكي، على هذا الرجل القوي لبايدن ماكورغ. إلى أي مدى برأيكم بإمكان هذه المفاوضات أن تؤتي ثمارا، وقد لمح تصريح البيت الأبيض إلى إحراز على ما يبدو تقدم بقوله أنه المفاوضات في مرحلة حساسة؟ يعني لو سمحت لي الأستاذة شانتال، يعني في ملاحظة على ما قاله ضيفك الكريم الدكتور شطريت من تل أبيب. أنا أعتقد لمدة سنوات كانت هناك السردية الأمريكية والإسرائيلية بأن الطرف الفلسطيني ليس لديه من يحاور، وأن هناك أطراف متعددة ومن الصعب الحديث مع الفلسطينيين لأن ليس لديهم أصلا مفاوض يمثلهم. الآن نحن أمام سردية يعني مخيفة جدا، ويقول بأن في النهاية إسرائيل متقبلة، لكن الحكومة يعني تتعرض لضغط كبير من أطراف متشددة، وبالتالي من الصعب جدا أن يكون يتضح أو تتسم معالم الموقف الإسرائيلي، أي أن رفض أصلا الدينامية السلمية، وكأنه يعني سببه يرجع داخل لأن هناك أطراف تعرقل جهود بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية. يعني في النهاية السؤال يطرح، من المحاور إذا كان لا يوجد هناك مفاوض؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني ما حدث اليوم في مجلس الأمن هو مهم جدا، لأنه مؤشر موضوعي على أن ما سرد بأن هناك سوء تفاهم أو أن هناك اختلاف أو تغير مهم في الموقف الأمريكي غير صحيح. يعني ربما الأسلوب تغير أو اللهجة تغيرت، لكن الموقف الأمريكي بقي على ما هو، وهو الدعم اللامشروط واللامحدود لإسرائيل، وأن في النهاية ما يقال حول قضية بعض الوثائق على سؤالك حول التحركات الدبلوماسية، وسواء خاصة بالهدنة أو حتى بما يسمى باليوم التالي، هي في النهاية أولا لإعطاء صورة جديدة على أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم دعمها لإسرائيل لكنها تريد أن تبحث حول على دعم حل دبلوماسي، مقاربة دبلوماسية، وأنها حساسة لما يحصل للفلسطينيين، والدليل على ذلك هذه الزيارات المكوكية. فهذا هي في الحقيقة نحن أمام في النهاية موقف غريب نوعا ما، وهو أن الولايات المتحدة التي تقول وهي تسر بالأخبار بأن بنيامين نتنياهو مغتاظ جدا وغير راضي على سلوك بنيامين نتنياهو، لكن في نفس الوقت
الأداء الأمريكي بدون أن يكون عليه ضغط كبير، يعني سواء لدى الكونغرس أو كذلك في مجلس الأمن أو فيما يخص قضية الدفاع، هو تقريبا نفس السلوك، مما يؤدي لهذه النتيجة. وأن الولايات المتحدة يعني بالمسودة وخارج مسودة الاتفاق هي غير مستعدة إلى حد الساعة أن تدخل فعلا في رواق جديد وهو رواق البحث. والمسودة الأمريكية هنا أضيف دكتور حسني عبادي هي من دون جدول زمني، وفي ذلك أيضا مؤشر على أنه الجانب الأمريكي غير مستعجل لربما، لأنه ما ربط هذه الأهداف، وحتى لو ذكر معركة رفح في هذه المسودة لم يربطها بوقت معين أو بفترة زمنية معينة. سيد جيرالد فيرنستين، الدكتور حسني أشار إلى هذا الموقف الأمريكي اللي قال أنه بالعلن بحسب ما تبعنا معارض لسياسة نتنياهو، لكن هل الجانب الأمريكي راضي على سلوك نتنياهو في غير المعلن؟ نعم، أعتقد بأنه من الواضح جدا بأن هناك إحباطا في واشنطن، في البيت الأبيض وأيضا في الكونغرس، وبطريقة أوسع في الشعب الأمريكي هناك قلق كبير بشأن ما يحدث في غزة خلال الأربعة أشهر الماضية، وبأن هناك فهما وينبغي أن يكون هناك تقدم ليس فقط لإنهاء هذه الأزمة الآن وعاجلا، ولكن للتفكير أيضا في كيفية التقدم. وهذه المفاوضات المستمرة بين واشنطن وتل أبيب، وأيضا التواصل المستمر بين واشنطن وأصدقائنا وشركائنا في الشرق الأوسط، السعودية ودولة الإمارات والأردن ومصر، والملك عبد الله كان في واشنطن قبل أيام قليلة. أعتقد أن هناك تفكيرا الآن يدور في واشنطن بأنه ليس كما كان الأمر في السابق فيما يخص إسرائيل. هناك رغبة للبناء على هذه الأزمة التي نشهدها الآن لمحاولة شق طريق لمستقبل أفضل، ولكن الأمر معقد، وأعتقد أن الإدارة تحاول أن تجد التوازن الصواب للبناء على هذا الوضع حتى يتحقق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وطبعا هذا يبدو بأنه هو الهدف. لكن هذا الهدف مرتبط بشكل أساسي بحل الدولتين، الأمر اللي تعارض إسرائيل بشكل قطعي حتى الساعة. استمعت سيد شطريت للسيد جيرالد يتحدث عن أنه الجانب الأمريكي يريد تحقيق التوازن الصواب، وأنه ليس الأمر كما كان في السابق بما يخص إسرائيل. كيف يمكن لهذا المخطط أو لهذه الأجندة الأمريكية الجديدة حقيقة، إن بنينا على قراءة السيد جيرالد، أن تنعكس على الواقع الإسرائيلي؟ إسرائيل لازم ومجبورة أن تأخذ باعتبار الموقف الأمريكي، لها مصالح مشتركة، ولكن في هناك الآن أهداف معينة بالنسبة لإتاح الفرصة لنجاح المفاوضات التي تحدث الآن في القاهرة بمشاركة كبار مسؤولين كبار من أمريكا وطبعا من قطر، واليوم زار مسؤول إسرائيلي في القاهرة بهذا الشأن. ولذلك في هناك مفاوضات، والمصلحة الأمريكية هي أن هذه المفاوضات تنجح، ولهدف بموضوع الأهداف اللي الآن الراهنة. وبالنسبة للأفق السياسية، أمريكا تصر على أهمية هذا الموضوع للتقدم ولإيجاد أفق سياسية، وأنا أمل أن هذه النفوذ من الجانب الأمريكي تؤثر
الموقف الإسرائيلي وتساعد الجمهور الإسرائيلي ورأي العام الإسرائيلي لاتجاه السلمي والاتجاه لإيجاد أفق سياسي بالرغم من التشكيل الآن في الحكومة الإسرائيلية. ولكن من المعروف أن الاستطلاعات في إسرائيل أن في هناك تأييد كبير للمعارضة في إسرائيل، وفي المستقبل ربما يكون حكومة التي تكون أكثر مفتوحة وأكثر مستعدة للتقدم في الأفق السياسية. سنتابع كل ذلك. شمعون شطريت الوزير السابق والمحاضر في الجامعة العبرية من القدس، جيرالد فيرنستين الدبلوماسي الأمريكي السابق من واشنطن، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حدثنا الليلة من جنيف أيضا. شكرا.